ولا احد نجاهل. عيال فكوا هذا ترى انا اعرفه على النظام. تخيل وش المسلسل اللي تابعته النظام وضع العجائب. في مسلسل العجائب والله في مسلسل ما بعد العجائب لو تابع المسلسلات يصدقني يو هي من الجنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايناكم ايها الصلاة وبركاته. انا اليوم جنتلها مع جنتل. السلام عليكم. السلام عليكم. وين سلام يا ابو مدعو روح يا العالم فضي شايفكم بس اليوم جنت لها مع جنت الله يبارك جنت المدعو مرحبا ومسهلا مرحبا يلا تعال يلا حي يلا حي والله طلع كشخه اي والله طلع عاد يطقم ما شاء الله ما له شيء ما له شيء طلع جنت اي الله بس لو انا غير الله حي الله حي الله حي وش حالك؟ اوه هلا وسهلا عيالي حط طالب من تطبيق القم بس يا خصم صدق ذكرتني لا بغيت اقول شيء بس انه عشان اسوي القم وين الباقيين؟ اقلط الباقيين يا جماعه وين متسابق الباقيين؟ ضروري يلبسوا صفايح لا يا جماعه كيف ما فيكم حميه؟ كيف صحيح حبها ما تسمعون؟ من يعاوني على ربعنا هنيه؟ ما فقد رب المراجل يمنعونه المراجل ما تهياها كون من عض النواجذ يسرون من بغيت اشي احضر بالطين حيه حالهم ما رد نفسي المهود حالهم ما جوز عن جيد هويه او دام بيت الله خلقه يدهلونه من الحمي الدانية شفت ايش فيا ما بغى ادرب الشكاله يفتونه يا سلام عندي قصيده انا بعد صبر يقول من بغى جنه وعلم الحياه والطيبين يتجمل عند ربه وعند رجاله يا سلام يا سلام كيكه بس كم صفقتوا استالون استالون شو اسمه الداكا انا ما عندي داكا ابشر والله داكا اي هي داكا داكا اي هي داكا داكا الجو داكا داكا وين باقي يقول يسوون داكا مشاركه احنا مستنيين الان الربع فيه ضيوف جايين مرحبا والله وفيه مقدم جميل ونبغى الجمال لنا ولكم صح ولا مقدم جديد نبغاهم كلهم وين ملبسين معك وين تلقمون تلبسون معك ولا تشغلون اكيد صوتك مضبوط رشيد رشيد انت رشيد رشيد السلام عليكم رشيد انت الو اربع 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 يا جماعه مو باغتياله هو ها اي هذه ايوه الو ترى انا بقول لك فيصل احنا نحب المشاركات كلنا خلي الريال طالع رشيد طلع العظيم انك ويوه هذا طلع مصيبه داحي الدواحي رجال داكا فيصل المقدم جديد عندنا ما في كابا لا مقدم عارفين عبد الله الرزقي وهيك فرقه مر ونعم ونعم وين الباقي الباقيين الله ياخذ اللي جانا لا لا ابوهم الحين تجمع عين الربع قدم خليك جالس كذا اجلس طول اليوم كذا نجوم نجوم يا ربع ايش رايكم اجلس معكم وش هو لا لا تصارح لا ما اعرفك انا ما اعرفك صارحني لي لا لا تصارح اخنوني ما ابغى انا جاي من حسام انت رزقك بخير يا سبارة 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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا 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 المتسابقين عارفين الجو ابشر بس عادي كلام لا المتسابقين عارفين الوضع كله اشكركم تكلم على الوقت عود الله نار الله المقدس الله الهدايه استغفر الله لا 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 ما استغفر الله استغفر يا نواف يا لا يا مريف اصبر معنا دقيقه وش عود بالله صار مصيبه والله العظيم يا المتسابقين هدفها فيصل الجو اشكركم ابشر بس لا 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 فيصل هدفتها شوي اني هدفها لا بل لكن لكن الانسان لو يحصل يحصل علاقه قديمه لا في فقره انا كرب عليك انا شايف ذا وين شايف انت ادري ذبحك لا تسمع قال اللي هدفه اللي صرفته لا ما يتصرف ابو دين ما تصرف ابو مسعود انا لو اني تصرف ما جيت هنا يا ودحمت الرياجي كيف هو بغيت اصرف بغيت تدريج علي فيصل عندنا طلب الاسود بعدين تتكلم وش الاسود؟ وش تبغى من ترك الدوري؟ خلي شيء الخصم منه. سبعة سبعة آلاف سبعة قوية والله. قلبي مرح. نعم. كفو شوف يساعدك. حلو وقف 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 سبع أشخاص سبع آلاف أصلا الجمهور ممنوعين منها سبع كل اللي جاشي لا 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 كل اللي جاشي ذولا عندك ترى تخيل تخيل السبب بسيط كلهم هذول فيصل خوش يا أختي أنا واحد داخل عنده واحد عنده فيلم علي بن هادي بعد
سبب بسيط تخيل، السبب بسيط، نقزنا الباب ذا بس 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 انت بدشت منه رجعت منه اي بس رجع بعد ساعه وين روح قول وين روح بس ساعه بس بس وين رحت استنى استنى وين رحت واول مره علموني ابغى اعرف المكلف الصدق عشان اكون معكم صادق ما قلنا تركي صدق يوم مستحيل بس احنا رايحين ما راح صدق يوم مستحيل وين رحت ترى نواجه احنا صدق يوم مستشفى وترى ما حد شافنا الا ابو هشام محمد عيسى ابكي وجهك انا 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 جالس جالس تدعم مع هذه عادي مزح جالس تمزح لا تصدقوا لا 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 مستشفى صيدليه لا لا اقرا المزح هذول يمزحون شو ايش مكتوب سؤال صدق المزح المخابرين سوس الامور طيبه ما ظنيتي والله ضرب على